مساء الخير، كلمينا على الكولكشن اللي بتعرضيها اليوم في المعرض، كل واحدة وبشو بتتميز؟ عندنا مجموعة كولكشنات، كولكشن أثر، كولكشن حلم، وكولكشن ثلاثية أوروغرابادو. كلها تصاميم مستوحاة من التراث في شبه الجزيرة العربية، لكن مقدم بطريقة حديثة وعصرية. ممكن تكلميني عن مثلاً هاي قلتي اللي اسمها ثلاثية، صح؟ فيك تكلميني بشو بتتميز أكثر؟ تتميز بوجود حجر الأونيكس وفيها عدة عناصر. في عندنا شكل مثلث مأخوذ من التراث، وفي أيضاً الخاتم الأعمدة من الأعمدة القديمة في البيوت الطين في مدينة نجد، فأخذناه وضفناه بطريقة حديثة. المرأة السعودية من عاشقة للذهب والجولري مثل كل النساء العربيات، بس شو بيميزها في الاختيار أكثر؟ إنه ذوقها صعب شوي، مو سهولة تقنعيها بالقطع الجميلة. يعني هي محبة أكثر للقطع المودرن ولا للقطع التقليدية؟ حاليا في توجه كثير القطع المودرن والقطع النادرة الغريبة أكثر من الأشياء الكلاسيك. مع أنه قبل شوي حكت لنا الأخت من الكويت أنه البنات في الكويت هبت على كل شيء تقليدي قديم، السعودية لا مو هيك حاليا. كل منطقة تختلف، يعني السعودية مختلف، والسعودية منطقة كبيرة، فتلاقي الجنوب غير الوسط غير الشمال غير الغرب. إحنا بالوسط غالبا أشياء القطع الخفيفة الناعمة المودرن أكثر شيء. طب شو أكثر شيء دارج حاليا في الجولري؟ في السلاسل الطويلة على حسب كل ذوق كل شخص وإيش يناسبه في اللبس.